السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السهرة الرمضانية تاع نهار اليوم حبيت ندير تحلية شرقية اسمها المهلبية بمقادير بسيطة، وطريقة التحضير راح تكون سهلة. نبدأ بالمقادير. عنا نصف كيس سكر عادي تاع الحبيبات، نصف كيس فارينة، ربع كيس نشاء، لازم تحكموا ديما نفس الكيس اللي تعبروا به، 25 غرام زبدة ما يعادل ملعقة، 35 غرام شانتيي اللهنة اللي تحب الملعقة ملعقة ونصف، ملعقة صغيرة تاع فاني، ونصف لتر تاع حليب. أنا هذا الكيس يرفد لي نصف لتر تاع حليب. نجيب طاوة نفرغ المواد الجافة، عنا السكر الفارينة ونشا. نحرك المكونات الجافة أولا لما نضيف لها الحليب، نضيف عليها كمية الحليب، دهنا قلنا نصف لتر تاع حليب، ونحرك المكونات بارد في بارد. دهنا راهو الخليط انسجم، درك مباشرة نديها للنار. كي نحطها على النار نبقاو ديما نحركو فيها، النار لازم تكون متوسطة ما تكونش هذيك العالية باش يطيب لنا هذاك النشا والفرينة. لهنا راهي بدات تفقعل، كي تشوفوها بدا يتماسك الخليط تاعها نضيفو كمية الزبدة اللي قلنا عليها انها ملعقة، ونحرك الفاني ما تحطوهاش دركا في الاخير باش نحطوها، ونحرك. لازم ديما تقعدوا تحركوا باش هذاك النشا ما يلصقش لتحت وتجي الكريمه تاعكم ما فيهاش التكتلات. شوفوا القوام كي بدات تفقعل، في هذه المرحله نضيف الفاني ونحرك. دوكا تقريبا راهي ولات جاهزه، نزيد نحركها مده 5 دقائق ونطفي عليها النار. كي تنحاها مباشره فرغوها في ريسيبيون، شوفوا القوام تاعها. كي تفرغوها مباشره في ريسيبيون هي سخونه، تضيفوا عليها كميه الشانتيي ونضربوها بالباتور مده 5 دقائق. هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه بعد ما تضربوها بالباتور مده 5 دقائق. نجيب الكؤوس، انا اخترت هذوما الكؤوس، ونفرغ الكريمه اللي درناها في الكؤوس. للتزيين عندنا تشكيله من المكسرات بيستاش وجوز ولوز، ونحطوا كامل المكسرات على الحواف. فيما يخص المكسرات تقدروا تستعملوا غير نوع واحد تاع مكسرات. نكمل نزينها كامل ونحطها مباشرة في الثلاجة تبرد. كي تبرد تماما نرجع نوريها لكم في شكلها النهائي. المهلبية بردت، لازم على الأقل نخلوها تقعد في الثلاجة مدة ساعتين باش تقدروا تاكلوها. نقسم لكم به تشوفوا، شوفوا كيف تجي. إن شاء الله وصفتنا نهار اليوم تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تبارطاجيوها مع لزامي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس به كل فيديو جديد نهبطه تشوفوه. نتلاقيو في الفيديو القادم إن شاء الله.